اهلا وسهلا وتحيه للمراسلين فايس بريس لا من النساء ولا من الذكور، وتحيه فايس بريس هي الدار ديال العوله الفاسيه اكيد، وتحيه الاخ زهير. وهنا غادي نقول كل تضامن ديالي معكم في القناه الاولى اللي مشات صراحه قفي الحال، لان فعلا هذه القناه منبر من لا منبر له، الصوت من لا صوت له صراحه، فيها ناس نزهاء ناس شرفاء منهم الاخ زهير. صراحه انا كنتمنى ان شاء الله هذه القناه هذه تطلع، وكندعي الكل انه يدخل هذه القناه هذه وتابونا وتشجعوا الاخ زهير، لان زهير دائما عنده مع الراي والراي الاخر. صراحه انا عزيز عليا زهير، وخا يوقع لي وقع تيبقى زهير صديق واخ اللي دائما عنده الراي والراي الاخر، وانا كيعجبني صراحه. تحيه لي هذا المنبر، واهلا وسهلا وعيد مبارك على الجميع، نتمنى ان يلقاكم في احسن الاحوال ومرحبا بالجميع. دائما هذاك الشيء اللي قلت انا. نعم العمل الفاسي شنو اليوم حاضر على المحكمه الجديده، فاش سبب الحضور ديالكم؟ والحضور ديالي كما العاده دائما، يعني انا اليوم مع القضاء اكيد، وكتعرفوا ان جلسه اليوم على ما اظن والله اعلم قبل الجلسه النهائيه على ما اظن اليوم، القضاء ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو في القضيه ديال الحكم على المسمى بوكريشه. هذا السيد اللي اهان المؤسسات القضائيه في الخروج ديالو انذاك في واحد لايف اكيد، يعني كنقولوا زلت لسان ولا هذا، ولكن الانسان يحضي لسانه اشنو تيقول. الانسان راه مؤثر، انسان راه متبعك واحد 300 الف ديال المتابعين، وليتي مؤثر. اذا انت ملي غتخرج وتقول على القضاء ولا تقول على السلطات واحد الكلام ولا شي حاجه، اكيد هذوك الناس اللي غادي يسمعوك اكيد حتى هما غادي يكون عندهم واحد هذا، حتى هما غايسيئوا للمؤسسات ديال البلاد، حتى هما غادي يديروا بزاف ديال الحوايج، غادي ما يبقاش واحد، غيوليو بزاف ديال الناس اللي غايسيئوا للمؤسسات، وغادي يقل الاحترام على المؤسسات او على الموظفين ديال المؤسسات. فاكيد ضرب من حديد على يد من حديد، على كل من سولت ليه النفس ديالو ان يسيء لمؤسساتنا والمؤسسات ديال سيدنا. راه صراحه واقع، احنا ما نبغيوش ان الانسان يهين رجل سلطه او رجل قضاء او لا عاون سلطه او شيء من هذا القبيل. احنا في دوله حق القانون اكيد، الى هذاك شي واحد فما عليك الى التوجه الى دار القضاء، اما باش انك تخرج وتقول شي حوايج اللي كيسيئوا المؤسسات، هادشي اللي ما نبغيوش. وها هما كما كتشوفوا اللي ما ضاع حق، ما ضاع حق وراءه طالب اكيد، القضاء طلب الحق ديالو فهو دا غياخذ الحق ديالو اكيد، لان هاد السيد هذا راه يعني هي زله لسان، ولكن حتى واحد شادي نقول لك القضيه ديال البوز، كلشي كيبغي البوز ولو على دمار شامل اللي في دارك. لو ان هاد الناس ما بغاوش البوز ما غاديش يخرجوا مشاكلهم. دابا بوكريشة شنو السبب اللي خرج بداك اللايف؟ شنو السبب؟ مشاكله، هاد المشاكل المصطنعة، هما صنعوا مشكل لراسهم وداروا به البوز، وبقاو شافوا البوز طالع وشافوا هذا، فكان المصير ديال واحد الشخص يعني اللي نسى راسه ونسى بزاف ديال الحوايج السجن، لأن البوز العوج هو هذا. الإنسان ماشي يتبوز على شي حاجة اللي خايبة، الإنسان يتبوز على شي حاجة اللي زوينة، اللي تعطيه نظرة ليه أنك إنسان، أنك واحد الإنسان اللي صالح للبلاد، وكتعطي واحد الحاجه زوينه للبلاد، وكتعطي واحد الصوره زوينه للبلاد، ماشي انك تطلع تهين القضاء ولا تهين الزوجه ديالك او لا تعطينا واحد الصوره كيف ما شفنا ديال زينه المحارم، كيف ما شفنا ديال عقوق الوالدين، ان نشوفوا البنت كتعاير الام ديالها على المباشر، كنشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي كنا كنستحيو نتكلموا عليها، تولينا مطبعين مع الفساد. أن ولينا نهضروا نقولوا الفساد نقولوه مباشرة على عيني عينك، شحال هذه ما كانش عندنا هذا الشيء، دابا ولينا كنسمعوا فلانة دايرة فلان داير فلانة دايرة فلان داير، عادي ولات عندنا عادي كنهضروا بها أمام الملأ، كنولوا كنهضروا فيها، ولينا مطبعين مع واحد الحاجة اللي كانت أننا حشومة نقولها تقولها تا مع راسك،
دابا ولينا كنقولوها في الراي العام ولا كلشي كيسمعها. هذيك اصلا المشاكل ما كنشوفوها اصلا المشاكل ولا كنشاركوا على المباشر. نعم هادشي كلشي ولينا كنشوفوه، لان الحرمه ديال بيت النعاس والحرمه ديال الدار اصلا، الحرمه ديال الدار اصلا خاصها تبقى حرمه، هي الدار اصلا حرمه، هي المراه حرمه. ولكن ملي تنشوفوا بنادم تيبين الزوجه ديالو، تيبين وليداتو في واحد الصوره زوينه، بواحد الكاريزما، بواحد الهيئه ديال المرأة ديال الأسرة المغربية اللي كتعطي واحد النموذج، كتعطي واحد الصورة زوينة اللي غتجذب العين ديال المشاهد اللي برا اللي خارج البلاد. شوفوا الأسرة المغربية كيفاش كتعيش، شوفوا التلاحم ما بين الأب والأم والجد والجدة والأبناء والأحفاد، هذه هي الأسرة المغربية. أما الأسرة المغربية اللي نسمعوا عليها الخبث والخبائث، لا سمحي لي، رغم أن يكونوا بريئين من داك الشيء، ولكن ما أنكم كتوصلوا لواحد البلاصه وكتخرجوا وكتعاطاو مع بعضياتكم الا راه خبت. حنا كنعرفوا الاسر المغربيه كنعرفوها، وكانت كتجمع على الصينيه، الجد والجده والاب والام والوليدات والاحفاد كتجمع على الصينيه، وكان الاحترام كانت واحد اللمه على الصينيه، وكان هذا، وكان الصغير تيحترم الكبير. دابا ما بقاش الاحترام، دابا ولا قلت الحياء. المراه البنت نشوفوها في المثال تبدل، او الابن يبدل حوايجو قدام مو ولا قدام خواتاته، ولا والبنت كذلك الامر. يعني تاديك كما تنقولوا داك الاحترام ديال الجسد ما بقاش، الحرمه ديال الجسد ما بقاش. شوفني كي داير، شوفني كي دايره، شوفني كحشومه. ملي تشوفي ان هاد السيد هذا خارج بلايف قدو قداش، تيقول لك انا بنتي كتحك لي في الحمام. انت بنتك كتحك لك في الحمام، اه ماشي عيب بنتك تحك لك، ولكن ماشي في الراي العام، ماشي في لايف تبعك 7000 ولا 8000 ديال البشر، وداك اللايف غدا غيصبح في 800000 ديال لي في. تقول هاد الكلمه هي وشنو؟ انت عندك جوج عيالات وتخلي بنتك تحك لك؟ هادي ماشي غير هادي، راه الحب الاعمى الادسنس صراحه. واش تسمعوا واحد القصه ما عارفينهاش ما شايفينهاش اللي كنسمعوا؟ نعم. شوف انا غادي نقول لك، شتي ملي كيسيء الانسان لنفسه كيخلي واحد اخر يسيء ليه. ملي كتعطي واحد القيمه لراسك، ملي كتعطي واحد القيمه لراسك، وملي كتعطي واحد الصوره على راسك جميله، راه اكيد الناس اللي غادي يشوفوك غادي يحترموك رغم على قلتهم. لان كاين المتلقي الاكثريه كيبغي المحتوى الخايب، الاكثريه ديال المتلقي، لان دخل لهم واحد النموذج اللي دخل عندنا خبيث. يعني صراحه عطى واحد الصوره وعطى واحد النموذج، تولت هذاك المتلقي كيبغي يسمع الوساخات وما يسمعش حاجه مزيانه، ولا هذاك المتلقي تيعيش القصه وكانها هو اللي وقع له القصه. وهذه هي الطامه الكبرى، انك تعيش القصه بانها انت وقع عليك. وهنا اكثريه الا كانت هذه القصه هذه يعني خايبه، فهمتي؟ الا كانت هذه القصه هذه خايبه التي لا تعطي للمغربيه او للمغربي او للمغرب او للمغاربه يعني اي علاقه، ما كتجمعهم بهم حتى شي علاقه، فقط ان واحد الانسان اشنو ارى ندير واحد الشوشرة باش انني ندير البوز باش يكون عندي مدخول في الادسنس، باش نوضي يهضروا عليا القنوات، ولكن في الاخرتها كتمشي للحبس. حيت ساتي راسك وساتي للناس وساتي للمغرب كمجتمع محافظ، والمغرب راه فيه كل شيء محافظ، ولكن الماده والادسنس هلكوا عباد الله. شوف لكل خديم ليه هجرة، لكل خديم ليه هجرة، ويكذب عليك الكذاب. دابا نتوما كمثال صحافة، على من تخدموا؟ راه أكيد عندكم هذا، راه عندكم الناس مستخدمين غتخلصوهم. إذا ملي غتجي لهنايا راه خاصك أكيد باش تصور باش تخلص المستخدم. أكيد أنا عاوتاني راه خدمة هذه عندي، الآخر كذلك الأمر، ولكن خاصنا ننقلوا الصوت والصورة بالحق، ماشي بالكذوب، ماشي بالكذوب. أو لا غير أنني ضد فلان خاصني نكون ضد فلان، لا، يكون مع الحق، يكون مع الله، يكون معك. العبيد كاش واحد جروب متكامل، واحد النمام متكامل، كيف كيتكتبوا على جوج كيوليو كيسرق شي كيعرق في شي، علاش بطلت هاد الفتنة هاد؟
حيت الا ما كانش هكاك ما غاديش هذا ضروري ان يبين فلان ما كيسواش ويبين راسو انه هو الصافي في حين هو اللي ما كيسواش والاخر هو اللي صافي. في القضيه ديال الزروالي كلشي كيقول الزروالي نصاب، انا براسي قلتها، ولكن واش شفتو كينصب؟ لا ما شفتوش. فهمتي؟ لان الزروالي محرك اليوتيوب، الزروالي وغيره الناس القنوات الكبار راه لا ما هضروش عليهم، راه ما كاين لا نصب ولا والو. الناس اللي كنعرفوا ان الزروالي نصاب خصنا نعرفوا شكون اللي كيعطيه، هذاك اللي كيعطيه هو اللي يخرج يقول ان الزروالي نصاب عليا، الزروالي اللي دالي، ماشي انت، ما عندك حتى علاقه، انت كاع ما كاينش، ما معروفش شكون انت وكتقول الزروالي نصاب، او عطيتي شي حاجه انت نصاب عليك؟ ما يمكنش. الا نصاب عليك خرج وسير اثبت امام المحكمه ان الزروالي ولا غيره الدالي القد والقد، سلفتو الدالي او عطيتو الدالي او جا سرقني، اما غير الهضره من الكلام من اجل الكلام باش نوصخ الصوره ديال واحد الانسان، لا. شنو اللي يقول لك بحال هكذا؟ حيت هذاك في الاطار ديال التشهير والسمعه ديال واحد الشخص. شوفي. يعني شنو الهدف اللي يخليه يقول؟ شوفي بنادم دابا القضيه ولات بنادم بالتشهير ولا بهذا، الانسان عنده اسم ديالو في اليوتيوب. الانسان عنده اسم ديالو في اليوتيوب، الانسان عنده صوره ديالو في اليوتيوب، وما يمكنش انك الا ما تكلمتيش عليه راه والو. فاكيد الانسان فاكيد الانسان فاش كتكلمي على واحد الانسان عنده قاعده جماهيريه، اكيد الجماهير ديالو غادي تتقلب عليك شكون انت باش انه تكون عنده مشاهده، باش انه تكون عنده مشاهده، هذا هو اللي كاين. انت كمتتبع للقضيه من الاول للتالي وعارف بزاف ديال الخبايا في القضيه، شنو التوقع ديالك للحكم؟ كيفاش غادي يكون الحكم في نظرك؟ التوقع ديالي للحكم هو اننا اش غادي نقول لك؟ حنا مع القضاء واللي دارها القضاء هي اللي كاينه، وباش محكم القضاء حنا غنصفقوا، حنايا ماشي حنا اللي غادي عندنا قدامنا الملفات ولا قدامنا غادي نحكموا او لا غنسبقوا الاحداث، اذا نمشيو نصبوا حنا راسنا ونهنيوا راسنا من هذا، راه القضاء اللي جلسوا جلاله الملك وتيحكم باسم جلاله الملك هو المخول اللي يعطي الاحكام، ماشي انا ولا غيري، حنا كنضامنوا مع القضاء وحنا لا يجب لا للضرب في المؤسسات البلاد، لا لعقوق الوالدين، لا لزنا المحارم، لا للسيبة والتسيب، لازم أننا نرجعوا لأخلاقنا اللي كنا عليها الطبيعية، الصغير يحترم الكبير والكبير يحترم الصغير، ونعيشوا ونتعايشوا حنا بلاد التعايش، وجميع الأديان كنعيشوا في هذه البلاد هذه، الحمد لله أن الله تعالى وتبارك رزقنا بهذا البلد العظيم، بلد المغرب، المملكة المغربية الشريفة تحت شعار الله الوطن الملك، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، الله يشافي علينا ويخلي لنا، وشكرا لكم. نعم. أنا ما رجعت لا مع الزروالي ولا مع غيره، أنا مع الحق، فكيفاش غندافع على واحد أنا كيضرب في القضاء؟ كيفاش غندافع على واحد كيقلب على تيقلب في القضيه ديال زنا المحارم تيقلب على القضيه على البراءه ديالو ما تيقلبش على شكون المغتصب؟ راه براءتك منين غتلقى المغتصب الاول؟ علاش مخبعين المغتصب الاول؟ وراه هادشي ما كنقولوش انا، هادشي راه في قنواتهم في فيديوهاتهم كيقولوا لك انا كاين مغتصب اول، ولكن هاد السر غنديه معايا للقبور. راه ما يمكنش هادشي، هذا راه خاصو حل صراحة، حنا ما كنتهمو حتى شي واحد، ولكن هذه حقيقة في الفيديوهات ديالهم وفي اللايفات ديالهم. شكرا لكم نتوما وشكرا على الاستضافة، وكيف ما قلت لكم الدار داري، وتحية كبيرة لكم، السلام عليكم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.